أنا للتو قبل الحلقة أتكلم مع الشيخ عوض وأقول يعني تغريدات الدكتور فهد العرابي الحارثي شدهت جميع من قرأها، لأنها يعني قلت يا شيخ عوض أنت يعني كتب ما لم تكتبه أنت، فما القصة؟ لا تكون سرت إخواني يا دكتور فهد. على كل حال أنا يسعدني ويشرفني أني أكون إخواني وأن أكون يعني في زمرة المثقفين الذين يؤمنون بالديمقراطية ويؤمنون بحرية الاختيار ويؤمنون كل واحد كل فئة أو كل حزب أو كل تجمع يعمل من أجل مصلحة بلاده ومن أجل مصلحة مريديه وتابعيه، أنا أعتقد أنه مخلص لرسالته. نعم. وأظن أن الإخوان المسلمين بكل صدق سواء اختلفنا معهم أو اتفقنا معهم إلا أنهم قادوا تاريخ سياسي عريق مديد، تعرضوا لكثير من المضايقات، لكثير من الإيذاء، لكثير من الاحتراب من أنظمة سياسية مختلفة ولا سيما في مصر، ولكنهم صمدوا لأنهم مؤمنون برسالتهم، مؤمنون بطريقتهم في خدمة أمتهم، وهذا وحده يكفي لأن يقدم لهم الكثير من الاحترام. حتى لو كنت أنت أو أنا أو أي أحد آخر في معسكر آخر يرى بطريقته أنه يخدم هذه الأمة ويخدم هذا الشعب ويخدم هذه الدولة بطريقة مختلفة، لابد أن تتوفر على كثير من الاحترام للأحزاب. جميل ما قلته جميل دكتور فهد. اللي يبقى السؤال، وأنت يعني ترأس مركز شهير في الدراسات والبحوث، كيف قرأت موقف النخبة الليبرالية العربية والسعودية أيضا تحديدا من مرسي من الإخوان وقيادتهم لمصر؟ هذه الانتخابات والاستفتاء. أولا لابد أن نؤكد بأن الثورات التي حصلت مؤخرا في العالم العربي وما يسمى بالربيع العربي وضعت العرب كلهم حتى في البلدان التي ليست فيها ثورات أو حراك سياسي بمثل ما حدث في مصر أو في تونس أو في غيرها من البلدان العربية التي حدثت فيها، وضعتهم على مفترق طرق، ووضعتهم أيضا أمام يعني أمام خيارين لا ثالث لهما، قوى ليبرالية بمختلف توجهاتها ومسمياتها، وقوى أخرى إسلامية أو قوى الإخوان المسلمين أو الإسلاميين بشكل عام. لا بد أن يحصل في مثل هذه الحالة تفاعل في كل المجتمعات العربية مع ما يحدث، لأنه ما حدث هو في الواقع فرز حقيقي. وأنا كنت أقول وكتبت في تويتر وقلت في أكثر من مناسبة أخرى في منصات إعلامية مختلفة أنه أنا ودي أتساءل أنه هذه الهجمة الشرسة من القوى الليبرالية في مصر على سبيل المثال ما لن تؤدي إلى الهدف المبتغى أو المرتجى إذا كان هم من العقلاء أو الحكماء. ما يؤدي إلى الهدف المرتجى أو الهدف أنه بدل من تكريس الجهد في الهجوم وفي الانقضاض على الإسلاميين بهذه الطريقة، ينبغي أنهم هم يفكرون أنفسهم لماذا لم ينتخبنا الناس. صحيح سؤال. ليش ما انتخبونا؟ لماذا؟ ما الذي حدث؟ أنا أعتقد أن الانتخابات التي حصلت في مصر في الانتخابات الرئاسية بشهادة حتى يعني الأحزاب الأخرى المنضوية تحت ما يسمى بالقوى الليبرالية اعترفت بأنها كانت انتخابات نزيهة. لماذا أمس كنا ننادي بأن الديمقراطية هي تداول السلطة، هي الاقتراع، هي اللجوء إلى خيارات الناس، الشعب هو مصدر السلطات، ثم بعد أن فاز الفريق المنافس أو الفريق الذي نختلف معه إحنا يعني أقصد القوى الليبرالية في مصر، بدأنا نقول لا أنه الطريقة التي استخدمت ليست منصفة،
أنا أقول دائما أن دعاوى التزوير ودعاوى هذا يعني أعتقد أنها في كثير من الأحيان هي دعاوى الخاسر. نعم. الذي يخسر مع الأسف دائما يلجأ إلى مبررات لتبرير الخسارة التي تكبدها. بدلا من هذا إذا هم مؤمنين صحيح بالخط اللي هم ماشيين فيه، أنا أعتقد أنه من الأفضل أنهم يراجعون علاقتهم بالناس. يقولون أحيانا بأنه الإخوان المسلمين متغلغلين في الجماهير والمجتمع، صحيح. طيب هل هذا يؤاخذون عليه جريمة؟ صارت جريمة عندهم. يقال أحيانا بأنهم منظمين، أنهم منظمين أكثر من غيرهم. طيب هذا شيء جيد أنهم منظمين أكثر من غيرهم. يقال أحيانا يعني ما يعتقدون أنهم طعون في مسيرة الإخوان المسلمين، أنهم يلجؤون إلى الدين من أجل أن يحققون مصالح سياسية. وماذا في ذلك؟ هذا ليس في أي شيء، هذا عندهم مشروع سياسي، مشروع ينتمي إلى فكر ديني، وهذا موجود في كل بلاد العالم. الشيوعيين لديهم الأيديولوجيا الشيوعية ومؤمنين فيها. الأحزاب الديمقراطية المسيحية في أوروبا وفي الغرب أيضا أحزاب دينية وتسعى إلى السلطة وتريد أن تحكم الناس وتريد أن تطبق مشروعها السياسي وتريد أن تطبق مشروعها. أنا كل الذي يعني أريد أن أقوله، لا بد أن نكون منصفين. ما دمنا قد اخترنا الطريق الديمقراطي، ما دمنا قد اخترنا أن الشعب هو مصدر السلطات، فلا بد أن نرضى بما اختاره الشعب. دكتور فهد، تبقى نقطة واختلف ضيفايا فيها، هل فعلا يوجد لدينا إخوان مسلمون سعوديون قدموا البيعة للمرشد في مصر؟ الدكتور محمد العوين جزم بهذا، الشيخ عوض يقول أبدا لا يوجد، بل هو تأثر بفكر الإخوان. أنت في الوسط في الصميم، طبعا مخضرم يا دكتور فهد، يعني كنا نقرأ لك ونحن في الثانوية في مجلة اليمامة، تفضل. أنا لا أستطيع أن أجزم بأن هناك من السعوديين ممن يعني يتعاطفون مع فكر الإخوان المسلمين أنهم قدموا بيعة للمرشد في مصر أو في غيره. هذه معلومة، وأنا لا يتوفر لدي هذه المعلومة، لكني أعتقد بكل صدق أن هناك من الإسلاميين في المملكة من يتعاطفون مع أي مشروع إسلامي في أي بلد إسلامي، وهذا حقهم أيضا. لماذا ننكر عليهم ذلك؟ أنا ماني فاهم لماذا هذه الضجة الكبيرة التي قامت في الفترة الأخيرة. وكأن يا أخي هذا مكون سياسي ومكون فكري موجود في المجتمع العربي، والمجتمع السعودي واحد من هذه المجتمعات، أراد وكافح وكان له تاريخ في أنه يقول رأيه في الشأن العام، له رؤيته وتصوره للمستقبل. هو يعتقد أن الحل هو في البرامج وفي الأفكار التي ينادي فيها ويطرحها، مثل ما يكون للفرق الأخرى أو للفريق الآخر أيضا رؤية وتصور لهذا المستقبل. نعم. يعني لابد، يعني أنا يعني لماذا من يعني ننظر ماذا يجري في المجتمعات الأخرى المتقدمة؟ نعم. حينما يخسر الخاسر يعترف بخسارته ويبادر بتهنئة من ظفر بالنتيجة، وفي نفس الوقت يبدأ يراجع. هنا السؤال دكتور فهد، حققه غيري. هنا السؤال، طيب ما السبب؟ دعني أقف معك، ما السبب في يعني عدم نضجنا السياسي الذي تقول به؟ لأنه إحنا مجتمعات حديثة التجربة بالديمقراطية. نحن كنا نتكلم عن الديمقراطية من الناحية النظرية الصرفة كفكرة مثالية في الهواء الطلق، لكن لما جينا نطبقها بدأنا نتنكر لأكثر الأشياء أو القواعد الأساسية التي تقوم عليها. نعم. يعني بكل صراحة، يعني أنا كنت أضحك وأنا أسمع أنه والله هذول الذين صوتوا في مصر، أنا على كل حال عندي تحفظات على الاستفتاء على الدستور، هذا مو مجالها الآن. نعم. لكني أنا أقول أنه من الأشياء التي قيلت
انه والله الذين صوتوا على الدستور في مصر اكثرهم اميين، او فيهم نسبه كبيره من الاميين والمزارعين الذين حتى يمكن ما قرأوا الدستور، وانه الذين صوتوا في 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 مصر ايضا هم نسبه قليله من الذين لهم حق التصويت. طيب بالنسبه للفقره الاولى، الحين لو فشل الدستور مثلا وصار لا، هل سيقول الليبراليون بانه الذين صوتوا اميين؟ لا لا اعتقد ذلك، لن يقول لا لا، هذا حقهم حتى لو كانوا اميين. لا. ليش لما كان النتيجه هذه صاروا كلهم اميين وما يفهمون؟ هذا السؤال ساتوجه به الى ضيفي الدكتور محمد العوين، دكتور فهد العرابي الحارثي. شكرا جزيلا على هذه المداخله دكتور محمد. دكتور لتعليق فهد. لتعليق تسمح لي؟ اي تفضل. لا.